حسين اختفي. حسين اختفي. وعليكم السلام ورحمة الله. والعام التقبيل. عيدكم مبارك. كل سنة طيبين إن شاء الله. صحة وسلامة. يا هلا وسهلا فيكم. بس طلع في أول شيء صورة. هون هون هون. أنا. معي. كمان صورة. كمان صورة بعد صورة. انت أول واحدة يلا. كل سنة وانتم طيبين وعيدكم مبارك وان شاء الله انه السنة هذه تكون سنة خير وبركة والله يتمم ان شاء الله في العيد هذا مشاريعنا الحلوة. اغنية رابع يوم اللي من كلمات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، لو تخبرنا شوي عن كواليسك، كيف وصلتك الاغنية، كيف تم العمل على اللحن؟ هي وصلتني عن طريق الملحن استاذ فايز السعيد وغنيتها من اشعار صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد. نعم نعم. مش اول تعاون. لا لا طبعا كان في تعاونات قبلها كثير، كان وفي لقاء بينكم وفي اكيد في تهنئه على الاغنيه، هنينا بعض وقبل ما تنزل وكانت الحياه سعيده الحمد لله. خالد خزام زهره الخليج. خالد خزام مجله زهره الخليج. يا هلا وسهلا. حضرتك من نجوم الزمن الجميل ولكن جمهورك متعدد الاعمار، شو السر كيف توصل هذا المشهد؟ ما أقدر أوصفه بس إنما أكيد إنه أنا يعني ما أقدمه بيوصل للشريحة هذه وهذا المهم. حضرتك مكل بأطلالاتك الإعلامية ولكن لك معي هدية من مجلة زهرة الخليج، كنت منور إليك حضرتك، كنت منور إليك هذه 2017 2016 هو هذا آخر لقاء كان. أيوة، فهل ممكن نرجع نشوفك بمقابلة مثلها؟ والله الآن السياسة تغيرت، الفكرة تغيرت، يعني انتقلت من مجلة إلى مكان تاني، بس ليش لا؟ ليش لا؟ بس يعني برضو تغيرت، حضرتك كنت من أكثر الناس تعمل ألبومات، دلوقتي بقت سنجلات أكثر، هل ممكن نشوفك تاني في ألبومات غنائية؟ أيوة في ألبوم كلها سناجل في ألبوم. يلا تفضلي تفضلي. عم نستنى ألبوم جديد اللي أعلنت عنه هاي السنة الماضية، تعرف شو راح يكون كامل؟ بعد العيد إن شاء الله. إن شاء الله راح يكون شو عنوانه؟ عنوانه حكى واجد، من كلمات الشاعر تركي بن عبد الرحمن والحان طارق محمد، 5 أعمال. إليسا في برنامج بيك تايم بودكاست قالت إنه أمنية حياتها تعمل معك ديو، مد هذا الكلام ممكن يتحول لحقيقة؟ ليش لا، إن شاء الله إن شاء الله، بس نلتقي ويكون في عمل يتناسب يعني ناسبني وناسبها. كان في مشهور مع سميرة سعيد كديو كنت حكيته عنه بس ما صار لأنه ما في تواصل، هل ممكن نشوفه يتكرر التواصل؟ أتمنى إن شاء الله، يعني هو تواجدنا في دبي إن شاء الله حيسمح نحن نقدم مع بعض إن شاء الله. كل التوفيق يا رب. الله يبارك. أسماء جديدة السعودية تحب تغني، ممكن تدعمهم وتغني معهم؟ أصوات سعودية جديدة، أصوات كل الأصوات السعودية جديدة حلوة. نعم. إيش اللي ممكن يزعج راحتك؟ عايش سعيد. عطرك الجديد اسمه عايش سعيد. إيش اللي ممكن يزعج راحتك؟ إنه ما تكونوا مبسوطين مني. أستاذ عبد المجيد، معروتانا دائما بالعيد في دبي، نحن دائما أنت بنخلص بالعيد في دبي، معروتانا دائما الحفلة بانتظارة، يمكن أهل السعودية والخليج كلهم حتى يجتمعوا معنا. تمام. فاليوم وجودك بدبي كثير مهم لكل أهل الخليج، شو بتقول، شو بتحضر لجمهورك اليوم؟ محضر أغاني مشوار 40 سنة. أمين عبدو ببرنامج بيك تايم كمان وجه انتقاد لإعادة تسجيل الأغاني اللي أنت حضرتك بتشوفها، بس نحن ما بنشوف هذا الشيء، شو بترد؟ هذا مو انتقاد، هذا بالعكس. هنسمع يا طيب القلب وينك اليوم؟ هذا ما بتصلح الحفلة كاملة لأنه هذا استحالة، لكن بتصلح اللي ما أحب إنه يطلع، طالما عندي الإمكانية إني أعيد فليش لا. هنسمع يا طيب القلب وينك؟